وصلنا إلى أقدم مرصد فلكي في التاريخ، ألا وهو كاراهونج. وصلنا إلى الجسر المتأرجح، سنحاول النزول إليه. تعذر علينا النقل المباشر بسبب ضعف الشبكة، اضطرينا أن نصور لكم الرحلة وإن شاء الله نعرضها عليكم بشكل مفصل. هسه احنا مستمرين بالنزول للجسر. نحن الآن فوق جسر الشيطان في منطقة داكن. راح أصور لكم الطبيعة هنا، هذه الكهوف الموجودة شوفوها. وصلنا إلى النقطة الثانية، رجلنا من تلفريز داكن بعد رحلة استغرقت 12 دقيقة مع أطول تلفريز بالعالم. من سيسيان ومن أمام شلالات شاكر. اليوم دخلنا مباشر من منتجع بيست ويسترن على بحيرة سيسيان.